تتجدد والتسلسل والتودد في الحكاية والتعدد ماراثون أحلى حكاية ماراثون أحلى حكاية مع بداية لا تفكر للتنافس لا تعكر واحذر احذر لا تمكر ماراثون أحلى حكاية ما نشرنا الروح فيها إلا لأجل مشاهديها لأجل من نفس عليها ماراثون أحلى حكاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم كل خير ويا مرحبا إلي انتفنا كلمة مرحبا إلي آخر يوم على وجه الأرض جعلها ترحب ملايين والله العظيم. افتقدتكم وحشتوني بزاف كثير كثير وحشتكم، الله لا يكتب لكم وحشة دائمة يا رب العالمين. نورتوا الدنيا ورحب مشاهدينا الكرام من عبر شاشة قناة بداية العظيمة والعظيم الله سبحانه وتعالى، وكذلك ترحيب مشاهدينا من خلال STC TV القناة الأولى، وكذلك أرحب بمشاهدينا الدائمين اللي لهم كل الحب على المتابعة وعلى الكفاح من خلال البث المباشر على اليوتيوب. حياكم الله، معي أنا زياد الشهري في ماراثون المجموعة الثانية، التواجد اللي الواحد يطمح أنه يوصل إلى عنان هالبرنامج والوصول إلى أبعد نقاط هالبرنامج. الشباب انضم لهم أسبوع وتقريبا 3 أيام، اليوم إن شاء الله حيكون معنا المفترض 10 أشخاص والأسبوع القادم 10 أشخاص، لكن في شخص استبعد، عسى الله يوفقه إن شاء الله ويسمح دربه ويجعل لك إن شاء الله من كل ضيق مخرج يا رب. الشخصين اللي استبعدوا، الشخص الأول مين يا شباب؟ ظافر الدوسري وزايد البقومي، عسى الله يسمح دروبكم إن شاء الله ويجعل لكم إن شاء الله التوفيق وين ما وليتوا بوجيهكم يا رب العالمين، ويطرح البركة في أي شيء تطرح عينك عليه مو لازم تلمسه بيدك يا رب العالمين. وأبارك بالتأهل للمتسابق اللي تأهل عن طريق أستاذ الجميع أبو سلطان تركي الدوسري المتسابق ناصر البريك، عسى الله يوفقك إن شاء الله يا ناصر. اليوم منافسة إن شاء الله مختلفة، مشاريع مختلفة، أنا مشتاق جدا أني أرى مشاريع الشباب. حاجة جميلة لما تيجي تقعد بين شباب الطموح عندهم ما له سقف، وكل واحد يتمنى وراح يقدم إن شاء الله أفضل مما عنده أو أفضل ما عنده في هاللحظة، ومستقبلا إن شاء الله التطوير هو حليفة في حياته والوصول إلى أبعد مما وصل إليه رب العالمين. دعواتي وأمنياتي القلبية للجميع بالتوفيق، سواء من اللي حاضرين معي هنا أو من اللي جالس الآن معطيني من وقته ومعطيني من حياته وجالس يتابع ماراثون مع خط النهاية. حبايبي باختصار، احنا محدودين أو ملزومين بوقت، والإعلام هو عبارة عن وقت. مشاريعكم إن شاء الله تطرح، متعونا، في النهاية أنت بتطلع كما أنت وتنزل كما أنت، الفارق هو زيادة في عمرك الإعلامي أو في إمكانياتك أو في موهبتك أو في رفعة أهلك وأحبابك وقبيلتك ومجتمعك ووطنك قبل أي شيء. توكل على الله سبحانه. فيصل بن عويد جاهز؟ شرفني على المسرح له أنت، خلني أتشرف بالوقفة جنبك. يا مرحبا يا فيصل. يا هلا وسهلا، يلا حيه. مساك الله بالخير بالنور، قل مساك الله بفيصل، لا تقول مساك الله بالخير لان مضاد اسم فيصل هو الخير. الله يجزاك خير، الله يحييك. الامور طيبه؟ الحمد لله. جاهز ان شاء الله؟ عمرك الحمد، كل شيء تمام، وتراك منور الدنيا. الله يطول عمرك، تجعل عمرك طويل. الناس جالسه تنتظر الان يا فيصل، جالسين ينتظرون ماذا سيقدم فيصل. ابشر فيصل اللي جالس يتابعك، اهلك، احبابك، جمهورك، المجتمع كله. الله يطول عمرك، طول بعمرك ان شاء الله. الله يحييك. المجتمع يتابعك وعبارهم عن الاهل والاحباب والجمهور. ما في شيء، وانا اليوم من جمهورك يا فيصل. الله يطول عمرك. ناقصك شيء؟ لا سلامتك، بس لاني ما راح اخدمك حتى لو قلت ناقصني شيء. الله يطول عمرك، جعلك على القوه ان شاء الله. رسالتك تخدمنا ان شاء الله. الله ييسر امرك، مخدومين بفعلكم الطيب يا فيصل. الله يطول عمرك، توكل على الله، الوقت بين يديك. مساك الله بالخير الجميع، اخواني الحضور، متابعينا الكرام. الحقيقه انا اليوم تعمدت اني اختار موضوع الشهره، وهذا الموضوع يقتحم كل بيت وكل فكر، وفيه رسالة اجتماعية كبيرة، وكوننا حنا إعلاميين بالمهد، وتعمدت أني أختار عنوان الموضوع هذا قوله سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولأننا اخترنا نكون مؤثرين، ولم يختارنا الإعلام بل حنا اخترناه وقدمنا أنفسنا هذا الإعلام، فحنا علينا حمل عظيم وثقيل، لذلك حنا على منبر أعلى من منابر المنافسة، وهو منبر
التوعية الاجتماعية وعلى ثغر من ثغور مكارم الأخلاق والأدب. لذلك حنا اليوم مؤثرين واخترنا نكون مؤثرين، ممكن نكون إيجابيين، لكن رسالتي للجميع إنه إذا ما قدرنا نكون إيجابيين لابد أن نحافظ على ما هو عليه المجتمع، إن ما نهدم أي شيء ولا تكون رسالتنا غير سامية وليست نبيلة. كثير منا كان بيوم من الأيام متلقي بالإعلام ونشوف بالسوشيال ميديا كيف الإعلام اقتحم أفكارنا ومنازلنا وأطفالنا. لذلك نتأثر حنا كوننا بشر، نتأثر بما نراه. أقول لإخواني كلهم أنه حنا لابد نكون مؤثرين إيجابيا بالجميع. التاريخ ما يرحم ولا ينسى، ورسالتنا راح تبقى، وحنا راح نروح، ما راح نبقى أبدا بهذا الوجود، وراح تبقى الرسالة. ورانا أهلنا، ورانا مجتمع كامل يطالبنا، مكارمنا وأخلاقنا تحثنا على أننا حنا نكون مؤثرين بهذا المجال. كثير منا طلعوا بالسوشيال ميديا، في منهم اللي نسوها الناس لكن ما نسوا أثره، ونتمنى أن نترك أثر ورانا يحافظ عليه الجميع ويكون أثر خير ما يمشون الناس فيه لنا حنا، بل يمشون للمجتمع. اليوم في ثورة هائلة بالسوشيال ميديا والتواصل والإعلام، كثير من الناس بقونا وأثروا فيه، قد يكون تأثير إيجابي وقد يكون تأثير سلبي، ولكن أتمنى أني أكون أنا وأنتم مؤثرين إيجابيا في هذه الرسالة، وتكون رسالتنا بناءة للمجتمع كامل. من خلال هذه القناة، قناة بداية، اخترنا الظهور للتأثير، ونكون حنا صوت للإنسانية والرحمة والتآخي بنفس الوقت، ونكون حنا ما نهدم شيء بنوه أهلنا قبلنا. في ناس كثير ممكن أفضل منا علم واجتهاد، ولكن ما وفقهم الله يكون بالمكان هذا، فحنا صرنا بالمكان هذا، وتمنينا أنه نكون حنا مؤثرين. وأنا عن نفسي، وأنا ممكن أقل لكم طموح، دائما أحمل رسالة أنه إذا أنت ما قدرت تبني لا تهدم، وإذا أنت ما أنت قادر تطور لا تخرب، حافظ على المجتمع ما هو عليه. في ناس كثير سبقونا من آبائنا وأجيال كثيرة، وأولهم الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده، بنوا مكارم الأخلاق، والرسول صلى الله عليه وسلم أتى ليتمم علينا مكارم الأخلاق. فمكارم الأخلاق هي أهم رسالة سامية بالإعلام. اليوم حنا ما أقدر أمشي أتكلم بالشوارع، لكن أقدر نأثر بالجوال، يتبعونك 3 مليون 4 مليون 500 ألف، وممكن يكون 5000، والخمس ألاف هذول مؤثرين على آلاف الناس من وراهم. فدائما نطمح تكون رسالتنا سامية ونبيلة للمحافظة على المجتمع، ونكون حنا مع رؤية دولتنا العزيزة 2030 اللي هي تحفظ حقوق الناس وتساهم في إتمام المكارم والأخلاق. وأنا إلى هنا أنتهي، وأشكركم. فمان الله. فيصل سمح بيض الله وجهك. وجه كبير. ذكرت رسالتكم تخدمكم. نعم صحيح. من وين اكتسبت الثقة؟ والله الحمد لله، يعني إن شاء الله أكون واثق، وإن شاء الله أني أكون أقدم رسالة مثرية تثري المجتمع بإذن الله، أنا وإخواني كلنا. ما جاوبت على سؤالي؟ من وين اكتسبت الثقة؟ من الله سبحانه. سبحانه وتعالى. أبغى أصل إلى مراحل الثقة اللي واصل لها فيصل، إيش ممكن أعمل في حياتي؟ أول شيء تواضعك لنا وكلامك، هذا هو أول مصدر الثقة بينك وبين نفسك. الله يرحم والديك. لا لا، كمشاهد، كمتلقي. كمشاهد التجربة والممارسة، والحقيقة تربية أولياء الأمور لهم هي تعطي كل شخص، تصقل الشخص ولا تكسره، لأنه الإنسان هو عود، إذا انكسره صغير مستحيل ينمو يكبر. يجبر، وكسر النفس هو الكسر الوحيد الذي لا يجبر. صحيح. حتى وإن طبطب عليه. صحيح. لن يجبر ويعود كسابقة. كسر ما يجبر. ممكن أشوفك إن شاء الله بالنهائيات بإذن الله، وإن ما وصلت النهائياتك فيني وصلت لقلوب الناس، وإخواني اللي تقدموا إن شاء الله أنهم كلهم أفضل مني. من اللي اختار لك هالرسالة أو هالمشروع اليوم؟ والله نفسي. ما شاورت؟ ما شاورت فيها إلا نفسي بعد الله. غرور؟ لا مو غرور، لأنه هذه رسالة عند الجميع، بس ممكن أنا سبقتهم لها، ممكن في غيري بيقولها بس أنا سبقتهم، وحالف لحظة نكون أول شخص. الله يجعلك على القوة. شكرا يا فيصل. قواك الله. تبارك الله تبارك الله. إن كان عندي شيء بقوله، الثقة أنه تسترسل في الكلام
حاجة بسيطة، وهذا السهل الممتنع اللي أغلبنا ما يجي عنده، حاجة بسيطة لكنها صعبة على ناس كثير. أنا جالس أحكي تجربة، جالس أنا في الأخير فرد من المجتمع، أنا يا فيصل، ولذلك جالس أسولف معاكم وأعطيكم الموضوع اللي عندي بكل أريحية. عسى الله يوفق إن شاء الله يا فيصل، وفالك التوفيق يا رب العالمين. النجم الثاني اللي معنا اليوم إن شاء الله اللي بيكون ازديادنا جميعا، إبراهيم. جاهز يا إبراهيم؟ نورني على المسرح لانت. يا مرحبا يا ابراهيم. الله يبقيك. سلام عليكم. بالخير. مسيت بالنور. بشني عنك. الله يعافيك. عساك مرتاح. تبارك الله. كم طولك؟ 180 ممكن. انا اطول ولا انت؟ كارقام انا، لكن اذا هو 180 لكن كوجود انت. الله يبارك. باخذ السر منك ان شاء الله بعد مشروعك. هذا من طيبك. الله جاهز؟ جاهز ان شاء الله. الله يجعلك على القوه ان شاء الله. ارجوك غرد وخلنا نستمتع كلنا. استودعتك الله وقواك الله ان شاء الله يا ابراهيم. الله يقويك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم اخوكم ابراهيم بن عبد الله الدهامي. اليوم بنتكلم عن فوائد التبرع. اخذت لقاء قصير مع زملائي المتسابقين، واتمنى انهم يعرضونه لنا ونستفيد ان شاء الله. اسعد الله مساكم يا اخواني. عندنا سؤال الاخ عبد الله. اهلا وسهلا يا عبد الله. الله يعطيك العافيه. نبغاك تعطينا يعني عن تبرع الدم نبذة. اعطيك رايي. اعطيك رايي. تبرع الدم مفيد للانسان ومفيد للانسان الاخر. يعني انت بتستفيد وتتبرع الى اخوك المسلم، بيستفيد بعد، بتستفيد الاجر، بينشط لك الدوره الدمويه ويمنع الجلطات. فتبرع الدم حاجه مفيده لكم وتفيد فيها اخوك. شكرا يعطيك العافيه. معنا الاخ ناصر الشهواني، نبغاه يعطينا فوائد تبرع. تفضل. الله يحفظك ان شاء الله طول عمرك. انا من الناس اللي وصيله دمي اللي هي نادره، اللي هو الاو سالب، واغلب الاحيان يكون عليه احتياج المستشفيات. جميل. فانا احاول بقدر المستطاع يعني كل شهرين كل ثلاث شهور اني اتبرع الدم للمحتاجين، لان الفصيله هذه تعتبر من الفصائل النادره اللي تعطي ولا تستقبل الا من نفس الفصيله. فانا انصح اخواني المشاهدين واللي فصيلته او سالب يحاول يتبرع قدر الامكان، لان في محتاجين هذه الفصيله بشكل ما هو طبيعي. يعطيك العافيه. اليوم مع الاخ سلطان الواجحي. الله يحييك سلطان. عطنا فوائد نقل الدم. فوائد نقل الدم اذا بغيتها دينيا فلها اجر عظيم عند الله سبحانه، وإن بغيت الناس اللي يحتاجونها طبعاً لها فوائد كبيرة، ولكن برضو فيها أشياء سلبية ممكن ما توافق فصيلة دمك مع فصيلة دم شخص آخر، ولكن برضو يفيدونك أكثر يعني الدكاترة أو المستشفى يعني. طبعاً ترى ممكن يسبب لك لا سمح الله يعني التهابات في الكبد، فصيلة سي والفصيلة بي. برضو إنه ما يكون الشخص المتبرع يتعاطى مخدرات، لأن هذا فيها أشياء سلبية على الشخص اللي بينقل الدم، وفوائد كثيرة. نسأل الله العظيم يشفيك المريض ان شاء الله ويعافيك المبتلى يا رب ويسر الامور ان شاء الله. مشكور. يعطيك العافيه سلطان. الله. فوائد تبرع الدم اكيد من اهمها انك تحيي ارواح ثانيه غيرك. في من جميع سواء رجل انثى طفل كبير سن، من جميع اطياف المجتمع. الله يعافيك. طبعا زي ما شفتوا يا اخوان الكرام واعزائي المشاهدين، اعطونا الشباب نصايحهم الله يعطيهم العافيه. حثنا ديننا الحنيف التكاتف والرحمه وبذل ما يستطيع المسلم من جهد وما يستطيع تقديمه اعانه لاخيه المسلم، وذلك العمل الانساني الذي ينقذ حياه وارواح الناس، لقوله تعالى: فمن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فوائد التبرع يا أخواني: يساعد على منع حدوث الجلطات الدماغية والقلبية. 2 ينشط الدورة الدموية. 3 يحفز نخاع العظام لإنتاج خلايا جديدة بعد التبرع. 4 إذا تبرع الشخص الواحد ينقذ 3 أشخاص. التبرع
التبرع بالدم مسؤولية الجميع وخدمة إنسانية، وأتمنى لي ولكم دوام الصحة والعافية. أعطيكم العافية شباب. قل روح روحي. جيتني على الوتر الحساسة. ما أبغى الأوتار، أبغى روح روحي. روح روحي. لذيذة. الله يرفع قدرك. بيض الله وجهك. وجهك. على اللي قدمته. الله يطول عمرك. رسالة مهمة، وهي عبارة عن حياة. نعم. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس. أحيا الناس جميعا. تبرع واحد منكم ممكن أن يساعد أو يساهم في إنقاذ أرواح كثيرة، مش روح واحدة. عندي ملاحظة بسيطة جدا. تفضل. اللقاءات 4 أشخاص تقريبا، لو اكتفيت باثنين ربما يكون المشروع فيه سلاسة أكثر. صح. وفيه أريحية أكثر على المتلقي، وخصوصا الناس اللي تحب الشاهي لا تقابل معهم. أبشي. فهمت؟ يعني إذا تسألهم اسألهم عن الشاهي. أبشي. أو عن التيشيرت الليموني أو القميص الأصفر، بيكون أجمل حتى ظهوره في الشاشة. على فكرة حلو يعني. جميل جميل. جميل جدا. الله يسعد قلبك. الله إن شاء الله وفالك التوفيق يا رب العالمين. كنت بسيط، كنت متمكن من الشيء اللي تقدمه. الله يرفع قدرك. بعض النقاط لو تحفظ أفضل منها تقرأ. الله يرفع قدرك إن شاء الله، ونوعدهم إن شاء الله بشيء أفضل وأفضل. الله يجعلك على القوة. الله يطول عمرك. سعيد جدا بهالشوفة. ويرحم والديك. ادعي ربي إن الله ما يحرمني من روحك الجميل. آمين. ولا روحك يا حبيبي. قواك الله. الله ييسر أمرك. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا بكل الأرواح. المتسابق أو النجم الثالث اللي معانا إن شاء الله الآن، أبو محسن، شرفني على المسرح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول شيء لك تسلم على الجدار أو المسرح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفهم. جميعا المشاهدين وأخواني المشاركين، وأنت سلام لك خاص. اسمي مو أنت. أستاذ زياد الشهري. زياد الشهري. الأستاذ زياد الشهري. ماني أستاذ. خلاص زياد أنا الشهري. أنا تلميذ عندك. زياد الشهري. جعلها ترحم ملايين. الله يبقيك يا أخي. الغطرة هذه كان مخرب. قرب مني شوي. الله أزبطها. وشني عنك؟ الله يعافيك. مساك الخير يا فايز. أبشرك نحمد الله. أمورك طيبة. نحمد الله نشكر. اللحظة هذه اللي أنت واقف فيها هنا على المسرح وأمامك الكاميرا كثير يتمنونها. يا والله أنك صادق. فأقنعهم أنك أحق منهم بهذا المكان. بإذن الله بإذن الله. فرح أحبابك وغض أعدائك. لا غض الطرف على الأعداء لأنه ما يستحقون أنك طالع فيهم. والله صادق. تحية لزياد الشهري، والله أعطاني درس كويس. فايز عساك على القوة إن شاء الله. أطربنا. الله يسر أمرك. أول شيء الله يمسيكم بالخير جميعا المشاهدين وأخواني المتسابقين، يا مرحبا والله مسهلا. عندنا موضوع خفيف لطيف بسيط طبعا عفوي. الموضوع اللي أنا بتكلم عنه عفوي، بتشوفونه إن شاء الله في المقطع بعد شوي إذا علمتهم يعرضونها. أول شيء كل شخص منكم يا المشاهدين أو المتسابقين حاب أنه يكون بيته نظيف، صح ولا لا؟ إذا جاك ضيف حاب تكون بيتك نظيف، المجلس يكون نظيف، كيف عاد ما البلد اللي أنت فيها حاب تكون أنها نظيفة ما فيها أي شيء يشوه البيئة أو التشويه البصري. أنا راح أعرض لكم مقطع الحين عفوي طبعا، وانا متفق مع اللي بتشوفونه في ان شاء الله في الفيديو، وان شاء الله بعد الفيديو لنا كلام ثاني. تعليقكم على هذا الحركة. طبعا يا طول عمر السلامة، أول شيء أنا المقطع هذا عفوي، خطر على بالي فكرة هذي لأن فيها أشخاص في مثلا ممشى في حديقة في الشارع هو يمشي، الدولة ما قصرت حاطة لك أماكن تضع فيها النفايات اللي مخصصة لها في الممشى في الحديقة في أي مكان أنت تكون فيه. فبعض الناس بصفة عامة يشوفها، يشوفها بعينه، يشوف مكان النفايات يمشي ولكن يشوف شيء. تقدر توسخ بيتك اللي أنت ساكن فيه؟ تقدر أحد يشوفه مو بزين وشكله مو بزين؟ فهذه رسالة
اللي هي نظافة البيئة، وإن شاء الله أنها وصلت المعلومة، وبإذن الله نحن نشوف الوطن والمكان اللي يحمل منه بصورة زينة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وجهك أبيض. أبو محسن أرحب بكل بقى. إيش رأيك في الناس اللي بيوتها نظيفة وقلوبها سودة وصفة؟ هذه مشكلة، هذه المشكلة يا أخوي، إنك تظاهر بشيء أبيض والداخل أسود. زي تشوف العكس، في بعض البساكي تجي من داخلها أبيض زي البسكوت ذاك اللي داخلها أبيض. إيش اسمه؟ أنت اللي أكلت. والله ما أدري إيش اسمه ذاك اللي عيال داخلها جوز الهند. عرفنا عرفنا بدون إعلان. إيه المهم ظاهرها أسود، ظاهرها أسود وداخلها أبيض. العكس. ربط الأشياء والأفكار كيف تجي في رأسك؟ قل ما شاء الله. وش ما شاء الله تبارك، هذه تجي من الله سبحانه. الله يحرمنا من الله. ليه الأفكار غير مثمرة؟ أفكار أنت مثمرة. فكرتي فكرتي مثمرة. مثمرة بس اللي غير مثمرة. اللي غير مثمرة الله يحرمنا منها يا رب العالمين. اللهم آمين. يعدل أصحابها إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. تقول لي المقطع كم أخذ منك وقت التصوير؟ 10 ثواني، بسيط لأنه مفيد إن شاء الله. بس اللي عرض على الشاشة 20 ثانية، كيف 10؟ 10 ثواني وأنا أمشي 10 ثواني. وأنت تقول؟ وأنا أقول تعليقكم على المقطع. وين التعليق؟ ما شفتها أو التعليقات؟ تعليقكم يعني أنا علقت، أنا قلت هذه الحركة ما هي بزينة. في ناس حاطين لك موقع إنك كم كلفك المقطع كامل؟ كم كلفني؟ ما اللي كان معي يا شباب منكم سالم؟ ما هو وجبة، مشروب بس ولا تعشيت؟ 50 والله. أنا ويا واحد من الشباب. جعل بالعافية. الله يعافيك ويسلمك. لفت انتباهي إنك كنت كما أنت. نعم. ما قلت شخص ثاني. لا. او ما طلعت من شخصيتك اللي الله اعطاك اياها. لله. اي بمعنى انك فاهم الحياه اني ما اكون تكمله عدد. يا سلام عليك. مكمل لفلان وشخصيه فلان ومعزز شخصيه فلان. لا بالضبط. انا كما خلقني ربي بالضبط. في ادائي في تواجدي على المسرح بتكون فارق عن غيرك لانك كنت انت. يعطيك العافيه. الله ييسر امرك. اللهم امين. عقبال ما اشوفك هنا ان شاء الله. اللهم اخر شوفه بغير شر. ابو محسن كيف عشان تتاهل على طول باذن الله. باذن الله. الله ييسر امرك يا فايز. فالك التوفيق. اللهم امين. فايز كان بسيط واعتقد انه وصل للجميع. الناس اللي 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 اللي, اللي ما وصل لهم راجعوا انفسكم، تراكم انتم على صواب وهو على خطا. منورين الدنيا على فكره. الله يحييكم. مسفر نورني. يا مرحبا يا مسفر. الله يبقيك. كيف امورك؟ الله يحييك. شلونك؟ شلونك؟ بخير الله يطول عمرك. امور طيبه؟ بشرك. جاهزين ان شاء الله؟ جاهزين ان شاء الله. ايش ناوي تقدم بشكل بسيط؟ عن فضل الصدقه. فضل الصدقه. نعم. عسى الله يقويك ان شاء الله. ان شاء الله. ويا رب ان الله يكتب لك اجرها قبل وبعد. الله يجزاك. قوك الله يا مسفر. نشوف المقطع. كم حساب الرجال اللي طلع قبل شوي؟ اللي طلع حسابه واجد، يعني قد اخذ فوق اللي محدد عليه 300 ريال. ما مشكله، شوفها مع حساب اغراضي كلها. Da 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 da
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلكم شفتوا المقطع، ولكن ما فيه أبلغ وأوضح من آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الصدقة، في بركة في المال، شفاء من الأمراض، نجاة من النار. فلماذا نخشى الفقر والله وعدنا بالأمن؟ قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة بل تزده بل تزده بل تزده. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة. ولعلنا نتطرق لقصة أبو طلحة الأنصاري الصحابي الجليل رضي الله عنه، إن كان عنده أملاك واجد، ومن أحب الأملاك له بئر، وكان سبب حبه لها أن النبي عليه الصلاة والسلام شرب منها. فنزلت الآية قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فذهب الصحابي الجليل للرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، الآية انزلت قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فأنا يا رسول الله أتصدق بها للمسلمين لوجه الله. تصدق بها للمسلمين وأنتفع بها المسلمين، وصارت تسد الخيرات للمسلمين. فأنا أقول لكم من هذا المنبر: تصدق وابذل المعروف ولن تندم. يقول الشاعر وش يقول؟ يقول يقول الشاعر: لا تندم على المعروف يا راعي المعروف، اللي يضاع عند الناس ما ضاع عند الله. وبمناسبة هذا المقطع والموضوع، أنا أتبرع عن زملائي وعن مقدم الزاد الشهري بسهم في جمعية البر الخيرية بالجديدة في وقف الأيتام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسفر؟ يا مرحبا. الله يكتب أجرك. الله يجزاك خير. يرحم والديك. الله يطول عمرك. السهم اللي أعطيتني إياه أبي أشارك فيه أخواني في الكنترول، لأنهم يغارون من الخير. هذا طبيعي جدا، بيجيهم خير إن شاء الله. الله يكتب أجرك ويرحم والديك إن شاء الله. بس بسألك سؤال، هذا اللي صمم لك المقطع؟ لا. أعتقد أنه هو. لا بس المقطع أنت عرفته؟ عرفته بس ما لا أعتقد أنه هو. أعتقد أنه هو. لك ما قصر. يمكن الإمكانيات نفسها. إيه قدم كل شيء عنده. الله يرحم والديك. تصوير جوال ترى. بارك التوفيق يا مستر. الله ييسر أمرك. قواك الله يا مستر، وبالك التوفيق ان شاء الله. النجم القادم معانا ان شاء الله اللي 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 ابغاه يشرفني على المسرح احمد الشهراني. تفضل يا احمد. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. الله يحييك. كيف امورك؟ الله يسلمك. اسالني. تبغى شاهي؟ لا غثيتني. الله يرحم والديك. احمد انيق. الله يسلمك. تواجد جميل. ننتظر ايش عندك ان شاء الله باذن الله. اطربنا متعنا، الله يزيدك قبول يا رب. الله يطول عمرك. الله ييسر امرك بعد ما عندك. تفضل. هناك كل الناس تنتظر ايش بتقدم ان شاء الله باذن الله. ارجوك لا تخذلها باذن الله، لانك لو خذلتها راح اكرهك في شيء اسمه ليموني. نضحك؟ لا لأن عندك شيء جدي الآن. يلا. بس قلبك يركض. ها؟ قلبك جالس يركض. يلا قل كذا. كوكب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم اخترت موضوع اللي هو موضوع التنمر، فراح نشوف إن شاء الله مقطع الحين وراح نعلق بعد المقطع بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم أحمد الشهراني. راح نتكلم اليوم عن موضوع التنمر، وهو موضوع جدا مهم وحساس. وش هو التنمر؟ التنمر هو سلوك عدواني متكرر بهدف الإضرار بشخص آخر عمدا، سواء جسديا أو نفسيا. لذلك لابد من وقف العلاج هذه الظاهرة. فالسؤال الأول، هل سبقا واجهت التنمر؟ سبق وأن واجهنا تنمر كثير، بما أني أنا فاقد أطراف السفرية شخصيا ممكن لا، ولكن واجهتها كثير أمامي وكانت ظاهرة. أتوقع ما في أحد بالدنيا ما واجه عملية تنمر، سواء لنفسه أو موقف حدث أمامه. لا الحمد لله، لكن قد واجهت يصير التنمر قدامي. السؤال الثاني، كيف نقدر نوقف هذه الظاهرة من التنمر؟ أمشي في الأسواق، أمشي في المجمعات، أمشي في كل مكان
ما يهمني صراحة الكلام السلبي، ودائما أركز على الكلام الإيجابي والمحفز. ومفروض أنت كولي أمر أو أهل تعطي هذه الثقة أو توعي طفلك على هذا الموضوع. أحد نمر عليك خذها بضحكة وردها، ردها بأدب. السؤال الثالث، لو عندي طفل صغير وواجه تنمر كيف أتعامل مع الحالة هذه؟ أعتقد أفضل طريقة أنه الطفل يتجنب هذه المواقف أنه في حال حصلت على طول يتواصل مع شخص كبير أو يبحث عن المساعدة. أحيانا التنمر يوصلك لمراحل غضب مشكلة، أو ظل تبلع بالتنمر لحتى تمتلئ بعدين تنفجر. فمن البداية إذا تسمع الطفل وتستوعبه وتوجهه وتعلمه كيف يتجاوب مع هذا الموضوع، وأيضا إذا طلب منك كأهل تدخل تتفاعل مع الموضوع ما تهمله. صراحة الشيء الوحيد اللي الواحد يقدر يسويه اللي هي التوعية. التوعية هي تعتبر أفضل طريقة، لأنه مهما كان ما تقدر تمنع الناس من موضوع التنمر، أنت في كل الأحوال حتواجهه بجميع الصور. ولكن الحل الوحيد والسلاح الوحيد اللي عندك التوعية، إنه عدم الاهتمام للموضوع، التجاهل المتنمرين بصفة. أنا صراحة ربي عيالي، عندي ولله الحمد أبنائي الآن، قاعد أربيهم على أن الواحد يفكر بإيجابية، والكلام الزين يأخذه والكلام السلبي يقطه، ولا أصلاً ولا حتى يعطيه اهتمام في أي كلام سيء سواء في شخصيته. بالعكس، ممكن إذا جاء تنمر ولا كلام سيء يتفقد نفسه، يشوف السلبيات اللي فيه ويحاول يحولها لإيجابيات. فأنا أشوف التنمر من الفوائد، ومنه يعني إذا فكر الشخص المقابل أو المتنمر عليه وفكر أن التنمر هذا اللي يجيه أو الكلام اللي يجيه وقاسه في نفسه وطابقه على نفسه، إذا كان مطابق لنفسه مطابق عليه يحاول يحسن من نفسه. إذا كان التنمر هذا مهب فيه فما يلقي له بال ويتجاوز الشيء. التنمر يقوم به الأشخاص الذين ليس لديهم ثقة بأنفسهم على الإطلاق. يجب أن تتذكر أن المتنمر خائف منك لأن لديك شيء لا يملكه، وهذا يجعله يضايقك باستمرار. لذا لا تدع أي كلمة تؤثر عليك، لأنه هو الذي يحتاج الثقة وليس أنت. Again، غي الكلمة. كيف؟ Sorry. Excuse me. معلش. كذا ولا كذا؟ Cut. كان حلو ترى. كذا ممتاز. كذا. الله يحييك. والله شكرا. والله لا أحب وقاص. والله لا أحب وقاص. كان حلو. الله يطول عمرك. طبعا موضوع التنمر هو مش شائعة جديدة، هذا الموضوع من زمان، لكن الكل اتفق في المقطع، واتوقع كل المشاهدين واخواني انهم متفقين ان كيف نحل المشكلة هذه من التوعية. انا ركزت حتى في اسئلتي عن الاطفال لان هم اكثر حساسية، لان ممكن تنمر على الاطفال تهدم مستقبله، أو لأنه سن صغير. فالتوعية جدا مهمة، سواء من الأهل اللي هم أهم نقطة في توعية الأطفال، إن كيف يحمي نفسه، كيف ما يتأثر بالكلام، سواء في لفظ أو تنمر جسدي أو لفظي، فيكون يقدر يرد على المتنمر أو يتجاهله، أو يقدر يتعامل مع التنمر بحيث أنه ما يأثر لا في نفسيته أو مستقبله أو شخصيته، لأن الأطفال هم الأجيال واللي بيبنون المستقبل في البلد. سمعت الفيديو زين؟ تنمر. اسمح لي أجيك بس عشان تفضل. أسمعك بشكل أوضح. سؤالك؟ التنمر. إيش فيه؟ علّيموني. أيوه. يقول الكلمة التنمر الكلمة ما تدري إيش تأثر في نفس الشخص، بس إنها تأثر في تقولها كمزحة وكضحك. تتوقع أن ذوقك يأثر عليك ولا تأثر عليه أنت؟ لا، أنا شخصيتي فارضة على ذوقي. ليمونية شخصيتك؟ لا، على حسب. قبل شوي الدكتور طارق الحبيب يقول لازم الواحد يكون متلون، فأنا اليوم جاي متلون في اللبس ولا في الشخصية؟ في كل شيء. أعطي ذو حق حقه. من هو؟ ذو حق حقه. متى بيجي هذا؟ بعد شوي ان شاء الله، بعد الفاين. واعد؟ ما اعتقد ما في شيء يضحك. لا، ابتسامه هذه مو ضحكه. في فرق. متلونه ولا صدقيه؟ لا، هذه الاول متلونه. متلونه؟ من طايق وجودي؟ لا بالعكس، والله من يوم قاعد اعطيك شاهي من طايق وجودك. نورت الدنيا. الله يطول عمرك.
وفرصه سعيده. انا اسعد. في شيء بتقوله؟ جميل. تفضل. لا لا عادي تفضل. انيق. الله يسلمك. هذه صدق ولا مجامله؟ عشان تجربه خاطئه. متلون اثرت علي. الله يسعد قلبك. احمد. برد صحيح؟ لا والله مو برد. ليش النفضة؟ مو بنفضة. ايش؟ التيشيرت عشان وسيع شوي قاعد تشوف انه. جميل. نرجع على موضوع التنمر يا اخواني، التنمر. رسالتك عظيمة ما أثرت فيني. أثرت في الشباب إن شاء الله، تحية يا شباب. أحمد عسى الله يوفقك إن شاء الله وفالك التوفيق. الله يسلمك. تواجدك المعرض بين الناس، أخذ آراء الجمهور، الجراءة على المايك، الجراءة على الكاميرا، الجراءة على عقليات مختلفة في مجتمع مثل المعرض اللي كنت فيه، حاجة جميلة. عسى الله يوفقك إن شاء الله ويسر أمرك يا رب العالمين. من أكثر شخص أثر فيك إيجابا في الحياة غير أهل بيتك؟ الرسول. اللهم صل وسلم عليه. أسأل الله أن الله يجمعنا به. اللهم بلا عذاب ولا سابق عقاب. شرفتني يا أحمد. الله يشرف قدرك. فلك التوفيق إن شاء الله. يسر الله أمرك. فيتامين ليمون صح. قواك الله يا أحمد وفالك التوفيق إن شاء الله أنت وباقي النجوم. النجم اللي معانا الحين إن شاء الله اللي حيشرفني على المسرح فالح. تعال زدني يا فالح. يا مرحبا يا فالح. يا مرحبتين. السلام عليكم. الله يحييك. يا مرحبا. نورت الدنيا. بنورك. المسرح، زياد، الكنترول، الجميع طوعك. يا بعد راسي والله. اطربنا يا فالح. ابشر. فالك التوفيق ان شاء الله وقواك الله. الله. اولا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. موضوعنا يا جماعه الخير اليوم عن تطور الرياضه في المملكه العربيه السعوديه. وإلى أين وصلت؟ ولولا الله ثم دعم دولتنا الرشيدة والعزيزة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود. تطور الرياضة في دعم الأندية السعودية، في تطور دورينا، في تطور الكرة الرياضية السعودية والشارع الرياضي. يعني حديث الشارع الرياضي كان الآونة الأخيرة هو في 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 هذا الموضوع، جلب نجوم عالميين في كرة القدم، وعلى خطاهم أتوا نجوم كثر، ولكن راح ناخذ يعني بعض الشخصيات الكروية الذي توقعوا. أولهم اللاعب كريستيانو رونالدو. الصورة اللي بعدها نيمار زي ما انتم شايفين. الصورة اللي بعدها كريم بنزيما. اللي بعدها رياض محرز. هذه يا جماعة الخير من ناحية كرة القدم، من ناحية كرة القدم. ولكن الرياضة تم دعمها وتطويرها في جميع وشتى المجالات، كرياضة المشي والثقافة فيها، والثقافة في كذا رياضة، ولكن احنا اقتبسنا بعض منها وإن شاء الله نفيدكم. أعطونا الصورة. في المسار الرياضي، هذا المسار الرياضي، رياضة الدراجات. الصورة اللي بعدها هذه الخريطة تبع المسار الرياضي في منطقة الرياض، من وادي السلي لين وادي حنيفة، مسارات رياضية متشعبة وفيها أكثر من مسار. الصورة اللي بعدها شكل توضيحي للمسار في المستقبل بإذن الله. الصورة اللي بعدها راح تكون مسار الهواء 85 كيلو ومسار المحترفين 135 كيلو، وبجانب الطريق ستكون، وبجانب القطار وضفاف الوادي والمسار المعلق. الصورة اللي بعدها طبعا الآن انتهينا من هذه من هذا العرض. اللي بنقوله ان ثقافتنا في الرياضة توسعت تشعبت كثير كثير، والهواة والمبتدئين اصبحوا في 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 هذا المشروع سيكونون يعني باذن الله فيهم النشاط وفيهم ان شاء الله باذن الله ممارسة الرياضة بشكل اريحي. واحب اقول بهذه النقطة
كونوا لها فبكم تكون بلد ثراها من نعيم قدر لكم أن تخلقون عظماء من بلد عظيم الله يعطيكم العافية. في الختام في الختام أنا يا جماعة الخير عارفين الشيلة اللي راح أدشنها ما الله كتبنا تدشن أمس فحاب إن الكنترول على عجالة يشغلونه وتدشن من كلمات أخوي فيصل الشمري ومن أدائي والحاني أنا أخوكم صغير يعطيكم العافية. حزين الكون من دونك ثقيل النفس بغيابك كئيب الصبح تبكيه العيون ونواح الورق خذاك الليل عن عيني وليه الصبح ما جابك تعبت ادور عيونك بحضن الغيمه الزارق حزين الكون من دونك ثقيل النفس بغيابك كئيب الصبح تبكيه العيون ونوح الورقه خذاك الليل عن عيني وليه الصبح ما جابك تعبت ادور عيونك بحضن الغيمه جت الشمس وحسبتك يا حبيبي فاتحين بابك تعانقنا أنا والشمس وأثرى ما بكم فارقة دفى صدرك مثل وجهك مثل ثقلك على أحبابك مثل مشيت كلام منك على متن السماء تارقة حزين الكون من دونك ثقيل النفس بغيابك الصبح تبكيه العيون ونوح الورقة خذاك الليل عن عيني وليه الصبح ما جابك تعبت ادور عيونك بحضن الغيمة الزارقة اشرق اهدابك بكت عين الغروب انك تجي من مطلع الشرق تنفسك الصباح اللي قهرهم يومي ابدابك قهر قلب الزوال اللي معه ياخذ كل الفارق حزين الكون من دونك ثقيل النفس بغيابك كئيب الصبح تبكيه العيون خذاك الليل عن عيني وليه الصبح ما جابك تعبت ادور عيونك بحضن الغيمة الزارقة سوالفك النسيم العاد نسناسك وخنيابك تبسم وجهك الغيمة وبسمة وجهك البارقة حبيبي وانت لا تغفى يضيع الكون الصبح تبكيه العيون ونوح الورقة خذاك الليل عن عيني وليه الصبح ما جابك تعبت ادور عيونك بحضن الغيمة الزارقة يعطيكم العافية. صالح يا سم تكلمت اليوم عن الرياضة ايه انتم مشغولين على الهواء في اليوم انجاز سعودي عظيم جدا الحقيقة هي اثنين مش واحد الاول هو حصول سالم الدوسري على افضل لاعب في اسيا هذا انجاز سعودي عظيم الانجاز الاعظم هو باختصار وببساطة
كاس العالم 2034 عندنا ان شاء الله وهذه الاخبار اليوم اللهم لك الحمد اللي نحتفل فيها كسعوديين وكعرب احرار اكيد فالح سم اختصر سم بعيدا عن الرياضه الصوت هذا راح اكون حزين جدا لو ما شفته على مسرح الحفل النهائي في زد رصيدك فالك التوفيق ان شاء الله يا فالح الله يعطيك العافيه الله يسر امرك ان شاء الله موفق ثاني مره تسلم علي الله يا فالح صح صوتك وما شاء الله تبارك الله عسى الله يوفقك ان شاء الله وجميع زملائك توفيقكم انتم هو توفيق لي انا يا زياد وللجميع خالد القحطاني وش امورك ابوي نورني على المسرح يا مرحبا يا خالد الله يبقيك سلام عليكم بشرني عنك كيف الحال مساك بخير طيب امورك طيبه ابشرك على متعب الله يديم الابتسامه على هالجبين وعلى هالوجه ويديم عليك الخير وراحة البال ان شاء الله اللهم خالد جاهز باذن الله توكل على الله باذن الله غرد وطربنا هنا ولا هنا ولا بالضبط مكانك بعدين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كيف حالكم يا شباب عساكم طيبين اول شيء قبل لا نبدا ابسالكم سؤال ايش او ما الذي يجعل الفاشل فاشل نختار ثلاثه عشان الوقت متعب اللي يحطم اللي يحطم فايز استمراره في الفشل ناصر يعطيكم العافيه يا شباب الذي يجعل الفاشل فاشلا هو الخوف فالمتحدث يخاف أن يتكلم لأنه يخاف والشاعر يخاف أن ينشر شعره لأنه يخاف والكاتب يخاف أن ينشر كتاباته لأنه يخاف والأمثلة تطول يسأل شخص يقول كيف أكسر مخاوفي أولاً أكسر مخاوفك الصغيرة لتكسر المخاوف الكبيرة فلا يستطيع أحد أن يبدأ بالكبير قبل الصغير اليوم أنا أخوكم خالد اللي ينظر عليكم بالخوف وكل واحد يكسر مخاوفه أنا عندي شيء أخاف منه وإن شاء الله اليوم أكون دافع لكم وللمشاهدين أنه يكسر مخاوفه لأن أنا اليوم أنا اللي أنظر عليكم والشخص الإيجابي واللي يتكلم الآن عنده شيء يخاف منه وبنستعرضها الآن أمامكم مرحبا بالجميع يعطيك العافية يا أستاذ خالد الناجح المثابر اليوم معكم خالد الخايف خالد المتوتر الحين أنا والله ما أدري وش أقول بس إن شاء الله أني اليوم أكسر مخاوفي وأكون يعني دافع للجميع أنه يكسر مخاوفه إيش تتوقع مخاوفي يا شباب أنا أخاف من الماء العميق مثل ما أنتم شايفين الحين أنا متوتر جدا أنا أول مرة أطف إن شاء الله بطف الماء العميق إن شاء الله أني أكسر مخاوفي وأكون دافع للجميع أنه يكسر مخاوفه ويوصل إلى النجاحات وإن شاء الله الأهداف اللي يوصل لها ويعطيكم العافية الآن مع أستاذ عمر إن شاء الله الآن نكسر مخاوفنا زي ما اتفقنا في الفاصل إزاي بنظم نفسي إزاي مش بخاف إزاي ببدأ أتعامل مع المية وأتحرك كويس في المية على أساس إن إحنا نبدأ ننقذ نفسنا أو إن إحنا نطلع ونسبح في المنطقة العميقة يلا تمام تعال هنا جنبي نقف هنا انا مش عايز ابص على المايه انا ابص قدامي تمام وزي ما اتفقنا الحركه بتاعتي تكون بهدوء وبدون تعصب لان كل ما كنت هادي في المايه حركتك هتبقى اسهل وهتنقذ نفسك اسهل تمام هنبدا دلوقتي ابص قدامي اقول لك هوب تطلع جامب على طول جوه المايه وبناء عليه نبدا نطلع زي ما اتفقنا على حركه البدال وعلى حركه الطلوع من العميق ومن تحت وابدا اسحب لحد ما اوصل للمنطقه الامنه اقدم كده قدام شويه يلا تعيب لا مش عايز خوف زي ما اتفقنا تاني اقف كده قدام قدم شويه لا لا عايزك واقف اقف كده بص قدامك ما تبصش على الميه بص لقدام تسمع الكلمه ها اطلع يلا
كويس بهدوء كويس. لا اهدى خد نفسك خد نفسك تاني اطلع تاني لسه 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 مفيش حاجة انت احسن من كده اطلع يلا ايدك لا ايدك اطلع هات ايدك يلا انا مش همسكك تاني انا مش هدفك المرة دي يلا واحدك يا بطل لا جم زي ما احنا مش عايزك تنزل النزل اللي هي بتاعت الاطفال دي يلا وحش خالد بطل سعيد دو وحش يلا اسحب لحد هناك ها نفس نفس نظم نفسك لا ايدي جوه المية ايدي جوه المية ايدي جوه المية ايدي جوه المية برافو عليك شغل رجليك شوية برافو احسن يا بطل برافو ما شاء الله وحش ما شاء الله عليك ممتاز طبعا الان بطب الحال بدون مدد ان شاء الله الان كل حق كسرت مخاوفي اولا اشكر الكابتن عمر اللي هو اللي دربني الله لا يهينه جلس معي 5 ساعات تقريبا وهو يعلمني كيف اتغلب على الخوف اتمنى ان الرساله توصل في كثير مبدعين في الحياه في المجال الشعري في الادب في جميع حتى في مستوى الرياضات الاخرى بس اكسر خوفك وابدا وجرب وان شاء الله باذن الله بتصير افضل مما كنت تتوقعه يعطيكم العافية على الاستماع الله يعافيك يا خالد ويبيض وجهك وجهك ابيض رحت ولفيت من بعيد ورجعت عشان اكسر مخاوفي او اني ما افشل نعم. في طريقة اسهل من هالمشوار كله حاجة واحدة تبغى تكسر الخوف اي نعم تبغى تكون ناجح اي نعم ما تفشل خاولك قحطاني وابشر بالسعد كفو السبعة يا عمرك طويل الله يوفقك ان شاء الله يا خالد نورت الدنيا فلك التوفيق ان شاء الله اعتقد ان الرسالة هذه لامست الكثير لان في ناس كثير تخشى الموية وكل شخص داخله فوبيا معينة فان شاء الله انك لامست كثير من المخاوف اللي كانت في البيوت وعسى الله يجعلك ان شاء الله ممن يقدم على شيء ويتممه يا رب العالمين باذن الله يعطيك العافيه فلك التوفيق ان شاء الله يا خالد الله ييسر امرك النجم الاخير وختامها ان شاء الله مسك اسمه فني للامانه اسمه عبد الله عبد الرحمن نورني يا عبد الله السلام عليكم السلام ورحمة الله مرحبا. يا مرحبا كيف الحال؟ سهلا أساك بخير خير أمورك طيبة؟ الحمد لله جاهز؟ جاهز إن شاء الله أنزل ولا أبقى؟ لا استريح على هالشعب مالك التوفيق أبو عبد الرحمن الله يطول بعمرك ويسعدك يا أخ زياد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني المتسابقين أخواني المستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي موضوع بسيط ان شاء الله انه ينال على اعجابكم زي ما قال استاذي الغالي استاذ زياد الشهري انه يكون ختامها مسك نقدر نشوف الفيديو سوا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا في يوم من الايام وانا جالس اتصفح في الايباد طاحت عيني على خبر عنوانه خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يسجلان في برنامج التبرع بالأعضاء تصفحت هذا الخبر وعرفت الحجم الإنساني والخيري اللي ممكن يكون إذا بادرنا بالتبرع بالأعضاء وحمدت الله أيضا أن عندنا قيادة رشيدة قدوة لنا في كل شيء وبحكم تخصصي الدراسي في الطب والجراحة كنت أعرف أن التبرع بالأعضاء ممكن يساعد في إنقاذ حياة ناس كثيرين نمنحهم الحياة من جديد فجاءت على بالي فكرة
ليش ما أكون أنا وأنت وأنت أيضا سفراء للخير ونحث الناس على برنامج التبرع بالأعضاء بعد الحياة؟ فأخذت على نفسي عهد إنها أبدأ من الآن. المكان اللي كنت أنا فيه كان فيه اثنين فقط، ما ترددت وكلمتهم ووضحت لهم مبادرة قيادتنا وأيضا الحكم الشرعي وأن هيئة كبار العلماء قال التبرع بالأعضاء من الإحسان الوارد في قول الله عز وجل: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وبعد وضحت لهم إن طريقة التبرع سهلة جدا، بس افتح تطبيق توكلنا واتبع الخطوات الموجودة في التطبيق، بعدها تقدر تطبع بطاقتك كمتبرع وتحصل على الوسام في الدنيا والأجر والثواب من الله في الآخرة. خلونا كلنا نكون سفراء خير في برنامج التبرع بالأعضاء. جميل هو العطاء، والأجمل منه شعوره، والأجمل أيضا أن نعطي ما لا نحتاجه لناس يحتاجونه. تخيلوا معي أن متبرع واحد بأعضائه بعد وفاته يقدر يساعد 75 شخص، عدد كبير، وطبعا هذا كله بعد الوفاة. فالتبرع بالأعضاء يزرع بسمة ويوقظ روحا ويمد حياة. في مبادرة أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه، أسمع تحية شباب، وسمو ولي عهده محمد بن سلمان حفظه الله ورعاه، بيّنت لي الحجم الإنساني لهذه المبادرة، بيّنت لي قديش الموضوع مهم وقديش إنه حجم إنساني، موضوع يحث على الطيب. فمن هذه المنصة وعبر شاشة القناة المتميزة أطلق حملة مليون متبرع، وأسأل الله التوفيق، فكون أنت وأنا وأنت سفراء في حملة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة. سلامتكم. مرحبا. مليون تراك توتر جدا. نورت الدنيا. نورك. طلبت مني قبل لا تطلع بمشروعك تقول أرجوك لا توترني. إي والله. إن كان التوتر بيجيب هالنتيجة فوالله لوترك كل يوم. الله يطول في عمرك والله. لأن النتيجة سيئة جدا. لا لا. في عيون أعدائك. الله يسعدك. جميلة في عيوني. في عيون الناس اللي تحبك. إن شاء الله بإذن الله. إي نعم. إني أتأهل. إيه. في نفس هذا اليوم في زد رصيدك تعيني فارس زد رصيدك بإذن الله. الله يجعل لك التوفيق وما وليت بوجهك يا رب. رسالتك جميلة جدا، مقطع فيديو لو عرفته لكفى من كثر تفاصيله ومن كثر أدائك الجميل فيه، صوتا إخراجا إقناعا، وكملت عليها بأسلوبك الجميل اللي الله سبحانه وتعالى وهبك إياه. فلك إن شاء الله التوفيق. عندنا متأهل من الطائف، ما أدري بيكونون اثنين ماجد أو لا، صديق وأخ، أوجه ما سألتك وصديقك ولا أخك ولا لا، بس أبلغك أنا أنه عندنا اثنين أو واحد من الطائف يمكن يكون مع واحد بإذن الله. اثنين يا حبيبي. بتنزل بروشوت؟ لا. ايش فيك قلت كذا؟ مبسوط. الله يخليك. ناخذ صوره كذا مع بعض. شكرا. الصوره هذه ما هي الاجيال القادمه باذن الله. ايش باذن الله. الله ييسر امرك ان شاء الله وبارك التوفيق وبيض الله وجهك على ما قدمت. للامانه وقع اختيارك على مشروع وعلى رساله عظيمه جدا، وقد تستمر او مو بقد الا اكيد أجرك فيها بيستمر حتى بعد وفاتك وبعد انتهاء عمرك لحملة التبرع بالأعضاء. بيض الله وجهك، وعسى الله يجعلك إن شاء الله تشوف أثرها وأثر كل من شاهد أو حضر أو نشر أو حتى بادر ولو نية في الدنيا قبل الآخر يا رب العالمين. انتهينا من المشاريع. نجومنا اليوم أضافوا لنا الكثير، رفعوني وزادوني أنا يا زياد، وجعلوا مني ازدياد عظيم، لأن لهم فضل كبير بعد الله سبحانه وتعالى علي بتواجدهم هنا، كما أن لك أنت صديقي المشاهد الفضل العظيم علي وعليهم جميعا. فعسى الله يديم إن شاء الله ظلكم ولا يزيله، وأنتم البشر اللي خلقهم الله سبحانه وتعالى ظلهم حتى في الليل موجود، أنتم من لا يغيب ظل خيركم دائما وأبدا بدعواتكم أو حتى بمشاهدتكم. الآن انتقلنا أو وصلنا إلى مرحلة التصويت. أخواني اللي ما هم مشاركين معي اليوم، التصويت بيكون عندهم إن شاء الله.
أنا ملزوم بوقت، فرجاء بشكل سريع شاهدنا المشاريع، 40% بيديكم بعد الله سبحانه وتعالى، 30% بيد الإدارة أو الكنترول أو الطاقم كامل، و 30% هي بيد مشاركين هذا السباق من جمهورنا الكريم. وعلى أثرها بنقول واحد مبروك ونشوفك إن شاء الله في الأسبوع الأخير. بنقول واحد كان ودي أخدمك ولكن الله مسخر لك إن شاء الله فرصة أعظم وأجمل مستقبلا. السبع أشخاص اللي شاركوني اليوم أو الثمانية أشخاص تفضلوا معي على المسرح. أربعة أربعة يا شباب، بشكل أسرع يا خالد. يمين يا خالد لا هنت. نورت الدنيا والله، لو تعلمون كم أنا سعيد بوجودكم يمكن ما تبكي عيونكم. والله أنا سعيد أبو سعيد. خلني أكمل، ترى في دورات واجد يمكن تنقهرون من كذبي. نورت الدنيا. طيب ناخذ التصويت بشكل سريع. توكلنا على الله سبحانه يا معدل شماغه. اسمك ومن نعم على خشمي عليه الطيب. اسمك متعب الحارثي. ونعم يا متعب ما عليك زود. افضل مشروع توكلت عليك يا ربي سبحانه. عطني اسم، ما معي وقت يا شباب. على خشمي عبد الله عبد الرحمن. افضل مشروع، اقل مشروع ابراهيم الدامي. إبراهيم أقل مشروع. اسمك وأفضل مشروع يا البيج. يا البيج أرجوك عطني اسمك. أحمد أفضل مشروع. اسمك ناصر ألبريت. ونعم ناصر. أفضل مشروع أحمد. أحمد إيش؟ أحمد شهراني. أقل مشروع إبراهيم. إبراهيم اسمك. أفضل مشروع أقل مشروع أنا. نعم حمد البيت. ونعم يا حمد عليك زود. حمد من أفضل مشروع؟ فايز. ارفع صوتك تكفى. فايز مشاور. فايز أقل مشروع أنا ما قلت اختار لي أفضل وجه. فالح. فالح مين؟ فالح. فالح. فالح خالد. فالح. فالح أفضل مشروع أقل مشروع اسمك قبلها. سيف سالم اليامي. ونعم يا سيف. أفضل مشروع أحمد. أقل مشروع. أفضل مشروع. وأقل مشروع من؟ أقل خالد القحطاني. خالد القحطاني أقل مشروع. أفضل مشروع أحمد. اسمك وأفضل مشروع أقل مشروع. إبراهيم الدهمي. اسمك سالم بن معيض. ونعم يا سالم. أفضل مشروع إبراهيم الدهمي وأقل مشروع خالد القحطاني. اسمك وافضل واقل. طيب عبد العزيز النقاش. الافضل كلها مشاريع والله يعني ما احتاج كلامك هذا، احتاج اسم هنا واسم هنا. افضل مشروع من؟ الافضل بالنسبه لي مسفر. مسفر اي نعم. واقل مشروع فيصل. فيصل اسمك وافضل مشروع واقل مشروع. ونعم يا تركي. افضل مشروع يا تركي. افضل مشروع عبد الله. عبد الله ال عبد الرحمن. ابو عبد الرحمن. واقل مشروع ابراهيم الهمي. ابراهيم اسمك يا استاذي. وافضل مشروع واقل مشروع ناصر الشهراني. ناصر الشهراني. من افضل مشروع يا ناصر؟ خالد القحطاني. خالد القحطاني. واقل مشروع فايز. فايز بن محسن صحيح؟ لا اسمك فايز محسن. افضل مشروع واقل مشروع اسمك. عمرك يطول. ابراهيم الدهمي. نعم افضل مشروع ابراهيم الدهمي واقل مشروع خالد القحطاني. شكرا شكرا لكم جميعا الله يعطيكم العافيه. نورت الدنيا والله. نورك قلبي انظف. اذا بغيت له شبيه الستاره اللي وراء ما يقدر المخرج يجيبها. يا ساتر. نعم اذا بغيت له شبيه يعني. لا صدقني تعبت النتائج. نفس البسكوت اللي داخله ابيض وخارجه اسود. ربط الاشياء عندك جميل. لبى والله عينك. ثم مشاهدينا الكرام فاصل قصير إن شاء الله لا تروحون بعيد، وبعدها إن شاء الله بنقول لفلان مبروك وبنقول لفلان عسى الله يسمح دروبك. لا تروح بعيد لأني بكون حزين.
شركة حذاقة للمحاماة لخدمتكم وتولي قضاياكم في الاستشارات القانونية والعقود السنوية وكافة الشؤون القانونية من معاملات تجارية أو عامة أو جزائية أو عمالية أو تنفيذ أو إدارية ومتخصصون في قضايا التحكيم. برنامج رصيدك هو البرنامج الأضخم على مستوى الوطن العربي قريباً على شاشة بداية، ولكن نصيحة لا تقدم علينا، طلباتنا كثيرة ومعقدين شوي، نبي منشد، ممثل، خفيف دم، موهوب، لا وفوق هذا بتصور مقطع 90 ثانية وبترسل على الرقم هذا وبتقابل لجنة تحكيم، ممكن يرشحونك وممكن ما يقبلونك، موضوع مرة طويل، لا تقدم علينا إلا إذا أنت قدها وكذا. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول جل وعلا في محكم التنزيل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله أوجدنا في هذه الدنيا يا إخواني الكرام من أجل عبادته، من أجل توحيده. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: يعبدون معناها يوحدون، فالله خلقنا من أجل توحيده، من أجل عبادته. فما أجمل أن الإنسان يركز ويهتم في هذا الأصل الذي من أجله خلقه الله عز وجل. احرص على عبادة الله يا عبد الله، من توحيد الله ومن الصلاة، بر الوالدين، صلة الأرحام، ومن الصدقات والأوقاف. إخوانكم في جمعية البر بالجديدة يدعونكم لوقف اليتيم، فبادروا يا إخواني وساهموا وشاركوا، ما تدري وش الحسنة التي يرضى الله عليك بها، يمكن ريال، يمكن ريالين، يمكن 10 ريال، أهم شيء نصلح النية، تكون هذه الصدقة وهذا الوقف خالصا لوجه الله عز وجل. أسأل الله أن يعطي كل منفقا خلفا، وأن يصب عليه الخير صبا، وأن يشفي مرضاكم ومرضانا ومرضى المسلمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. لو عندي صلاحيات فيزة رصيدك صدقني بجيب ملعب كورة، يصير في فقرة يوميا كروية تقسيمات ونلعب كورة. لو عندي صلاحيات فيزة رصيدك بجيب أسد وأمقلب فيه المقدمين. لو عندي صلاحية فيزة رصيدك بحط في القرية جزء نادي يكون صغير ويكون ما يبدأ متسابق يومه لا بعد نص ساعة في النادي. الدور اللي أشوفه مناسب لي الكوميديا، لأني أحب أني أكون سبب في ضحكة في الناس. الدور اللي يناسب لي الحزن، كنت حزين قبل وإن شاء الله يعني أتقن الحزن يعني بشكل كويس. الدور اللي يناسبني في التمثيل الحزين، أحس أنه لائق علي. لولا الله ثم أهلي ما كنت أنا موجود في المكان اللي أنا موجود فيه. سبب توفيقي بعد الله ودعاهم، دعمهم لي، تشجيعهم، ولو نوفيهم حق، ولو نسوي وش ما نسوي، لو نوفيهم وش ما نوفيهم ما نوصل حقهم. أوجه الوالدين رسالة: الله يطول عماركم وجزاكم الله خير على الدعم المعنوي والمالي، وإن شاء الله أخذ المركز الأول وأرفع رأسكم بإذن الله. أقول الله يطول عمارهم ويخلينا لهم، وحنا لولاهم ولا شيء ولا كنا موجودين هنا. شركة حذاقة للمحاماة لخدمتكم وتولي قضاياكم في الاستشارات القانونية والعقود السنوية وكافة الشؤون القانونية من معاملات تجارية أو عامة أو جزائية أو عمالية أو تنفيذ أو إدارية ومتخصصون في قضايا التحكيم. يا مرحبا ومسهلا، رجعنا لكم بعد الفاصل.
منورين الدنيا جميع الشباب اللي كانوا معي اليوم واضافوا لي الكثير في مسيرتي المهنية وفي حياتي بشكل عام، وتعرفت على رجال اليوم زادوني من جميع الجوانب في حياتي. راجعين لكم الحين إن شاء الله، حنودع شخص وحنبارك الشخص، وهذا هو ديدن أو أسلوب الحياة معانا. فالح، في أقل من دقيقة إيش حاب تغرد؟ أحب أقول يا طويل العمر، أنا لو ما كسبت من هذه القناة إلا كلمة ونعم معرفة المطاليق شرواك، شرواك الطيب، هذا والله أنه يكفيني، وأتمنى أني مثلت أهلي خير تمثيل وعكست تربيتهم لي في البرنامج. شكرا يا فالح. البرنامج. أحمد، أنا أقول المكسب من هذا البرنامج اللي مثل ما ذكر أخوي فالح معرفة الرجال هذولي ودعاوي الناس اللي خلف الشاشة. توقع في أحد دعا؟ كثير، إن شاء الله أنت واحد منهم. الله يديم الفعل الطيب. خالد، أرحب يا هذا بكل بقاء. سلامك طويل يا هذا. إيه ما عندي وقت أسولف معك، إيش تقول ذي قليل؟ إيه صح نسيت. ركز. رتويت للربع. شكرا، تفهم. مسفر، اعتذر عن التصميم أول شيء عشان أسمع منك. أهم شيء أترمي الصورة عشان ما أضحك. شكرا، ضحكتك تصريح. فيصل، إيش حاب تقول؟ قول وجودنا هنا فوز بحد ذاته. وجودك ووصولك إلى المرحلة فوز. ما في شك، فوز بهالبرنامج فوز. ذكرني باسمك. إبراهيم. مين؟ إبراهيم. أنت بتسمع الضلال. إيش حاب تقول؟ أقول لو طلعت من ذا البرنامج وكسبت قوة المطاليق ذولا، وأنا أقول بيض الله وجه من دعمني وجعل شيبانه في الجنة. نعم، إيش اللي في الأوراق اللي بيدك؟ هذه بيتين بس. تبغى تقولها؟ إذا تسمح. لا. شكرا. عفوا. فايز؟ فايز يقول تجربة كانت كويسة في هذا الماراثون، أنا استمر فخير وبركة، هم ما استمر إن شاء الله إن الشباب الموجودين بيقدمون اللي أسويه أنا وأكثر. حاب تقول؟ سواء أنت أهلت أو متأهلت، الحمد لله. أحب أشكر كل من دعمني، أحب أشكر من دعمك؟ زياد الشهري، كلامها الطيب اللي قبل شوي. جمهور يعني أنا دعمت أنت، خلاص شكرا دعمني. أنا أكفيك، شكرا يا أبو عبد الرحمن. الآن جت أجمل وألذ لحظة في حياتي، وهبني الله سبحانه وتعالى أسوأ لحظة لنا حنا. ما سألتك يا صديقي خالد. خالد عبد الرحمن، لا فنان، هذا عبد الله عبد الرحمن، معليش هفيت. فالح، احمد، خالد مسفر، فيصل حبيب القلب، ابراهيم، فايز عبد الله، الف تلريون مبروك تاهلك ووصولك ان شاء الله الى الاسبوعين الاخيره، وفي انتظار الشيء اللي بتقدمه خلال الأيام القادمة أو حتى في مرحلة التأهل، وعقبال ما تقطف من السماء نجمة وتكون السبب في فرحتك وفرحة من دعمك. لا مبروك يا أبو عبد الرحمن. التسلسل والتودد في الحكاية والتعدد، ماراثون أحلى حكاية، ماراثون أحلى حكاية. يحبك أبو، الله يحبك، نور على الدنيا، ألف مبروك. تسلم. إيش نقول للناس؟ في البداية أول ما دخلت قلت ثلاثة بيوت. أبيات ولا بيات؟ معلش أبيات، متوتر متوتر متوتر، هذا توتر فرحة للذة. سلام ورحمة الله في البداية والدروب طوال، وأنا عبد الله ودرب التحدي قربه مني، يقولون الحمول ثقال وأقول الحمول ثقال، وأنا ليا ثقلة الحملة يردون الخبر عني رجال، وأدري باريني على الدرب الطويل رجال، أقدرهم ولكن التحدي لعبي وفني. سلام عليكم، البركة يا أبو عبد الرحمن، وفالك إن شاء الله التوفيق في قادم الأيام، ويمكن الطايف تفرح مرتين ما ندري. لبيه مليون.
يستاهلون. تستاهل حبيبي شيخ. عقبال الاول. الله يسعدكم يا رجال. الله يوفقك ييسر امورك ان شاء الله. انا دائم ستاند باي يا استاذي محمد. فالح. معك ستاند باي. لبه. معك ستاند باي. احمد. خالد. مسفر. في كلمة دائما تقولها انت. ايه. تفتح بها اسنابك. ايه. مساء الخير يا صديق قلبي انت. هذه اول ما اشوفها تعطيني باور. طيب مساء الخير يا اصدقاء قلبي الاربعة، تطمنوا اللي بيطلع ما هو منكم. فيصل. سم. ابراهيم فايز. الله يسمح دروبك. وتلقى ان شاء الله التوفيق في قادم ايامك. الله عطاك من اسمك نصيب سواء في البرنامج او خارج البرنامج. استودع الله سبحانه وتعالى دروب ومستقبل فايز. فالك التوفيق ان شاء الله يا ابو محسن. انت العوض انت يا ولد امور طيبه دامكم موجودين في الدنيا سهالي خيره وخيره هو انت المكسب لي وانت المكسب الامور طيبه يا رجال خلاص الامور طيبه الدنيا سهالي والله بيض يجيكم وروسكم العوض وانت العوض الامور طيبه وجع ربي يطول عمره والله ما تحب راسي الامور طيبه يا رجال وانت المكسب وانت كل شيء والله العظيم اقول انا صادق ابشر واحد من اخوانك يا اخي عطني جاكيتي يا رجال اجل الدنيا سهالي دامكم موجودين الامور طيبه الامور طيبه والدنيا سهالي يعني دامكم موجودين والله العظيم ثم الله ما همني شيء والمبروك استمريتكم والله لا ينكر ادعناكم الله الامور طيبه الدنيا سهالي اترك كلمه في خاطر الدنيا الكلمه اللي بخاطري ينجع ربي يوفقكم جميع نعم المعذره انا وقف صلوا على النبي المعذره يا رب انا اخطينا على احد ولا قصرنا في حق احد ولا تكلمنا على احد فانا اسف وطالبكم ان تعذروني معذور سواء في البرنامج ولا برا البرنامج أبشر وانا اخيكم والله العظيم اني اخيكم في البرنامج وبرا البرنامج ما بغيته انا حاضر ابشر بنا وجهكم ابيض على ما قدمت فلوس واخوان يقول لك والله العظيم انك شرفتنا وونستنا الله يطول عمرك خسارتك من هالبرنامج ان شاء الله بدايه خير جعل لكم التوفيق والله لا يهينكم والله يجمل حالكم والف مبروك للي تاهل يعني هو عبد الرحمن وان شاء الله نعاد الباقيين بيسوون اللي عليهم باذن الله وجهك ابيض سبحانك بالدنيا يا جماعه الخير انا موجود في الحياه انا ما مت انا موجود اسمع من الشباب طيب توكل على الله انا اقول بيض الله وجهك يا ابو محسن وجهك قطرتي يا رجال فك قطرتي كان ظهورك يجمل ولو ما كسبنا الا معرفتك والبرنامج ذا والله انها تسوى الدنيا وما عليها وبيض الله وجهك وين ما لقيت وجهك اللهم امين اقول ابو محسن بيض الله وجهك على ما قدمته لنا يا اخوياك وعلى كل علم طيب قدمته لنا ومثل ما قال المثل من قدم السبت يلقى الاحد وانت كل عمر طيب قدمته وبتعينه ان شاء الله قدام الله يطول عمرك وجعل ربي يوفقك ويوفق السامع انا اقول يا فايز هذه بدايه انطلاق باذن الله والله ما لي نهايه ان شاء الله ما لي نهايه هذه بتعينني وانا موجود فايز بن محسن انا موجود لكم قلنا بتلقانا في البرنامج ولا برنامج لنا معك وافين الله يطول عمرك انا اقول يا ابو محسن احنا اشكر القناه العظيمه اللي علمتنا على الرجال شروق طول عمرك شروق والله ان خوتك تشترى جعلني في الله طول عمرك سال الله ان يوفقك قدمت كل شيء يا ابو محسن كل علم طيب وكسبناك كاخو بغض النظر عن البرنامج وانا ادري هذه باذن الله ان هذه بدايه انطلاقه لك ونشوفك ان شاء الله في اعلى باذن الواحد لحد باذن الواحد لحد الله يعطيك العافيه الله يعافيك يا ابو سعد ما يعني انك انت سيء والله انك مميز رجل كفو جالك وش اقول فيك الى بكره ما وفيك حق الله يطول الله يجمل حالك وبيض وجهك وفرصه سعيده ان تعرفنا عليك وتراه انطلاق لك في حياتك الخارجيه باذن الله ولا توقف وانت قادر باذن الله والله يوفقك باذن الله الله يطول عمرك والله لا يهينك وسامحنا اهم شيء سامحنا لا بالله سامحني يوفقكم جعل ربي يجمل حالك ابو محسن ناجح في البرنامج وخارج البرنامج اللي ما يعرف ابو محسن اصلا عنده شيلات ورجال يعني متواجد في الساحه فسال الله عليه العظيم انه يوفق وهذه بدايه الانطلاق ان شاء الله ابو محسن تكون شعله القريه باذن الله الله يطول على والله كلكم ما فيكم حقيقه لكن فالك التوفيق فالك التوفيق ابو محسن ابو محسن إيه؟ معلش توت والله والله يقول خير الكلام ما قل ودل انت رجال ونعم فيك عرفت في البرنامج ما عليك زود سنافي ورجال ما عليك زود وانت منت ب وانت مو بذات مو بذات للطريق الله يوفقك تسلم 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 اول شيء ابو محسن اعذرنا على القصور نسال الله ان الله يوفقك لا بالله ما باقصور الا بيض الله وان شاء الله بدايه انطلاقه وخير لك ان شاء الله باذن الله باذن الواحد الاحد
حمد. اقول الله يوفقك ابو امين. شو الرجال ذا اعرفه قد لي 9 سنين أو 10 سنين. تشوفونا في القناه محمعة لكن القلوب عند بعض. طول عمرك الله يجعل ربي يوفقك. امين وياك يا ابو. هلا يا سباح. علمك. اول شيء الله يستر عليك ويحفظك. هذه من ناحيه، الناحيه الثانيه ان هذه بدايه. هذه ما هي على ما قيل نهايتك وخلاص ما عاد انتهى الابداع، الابداع ان شاء الله قادم وانت كفو ورجال وشاعر. كفوك الطيب الله يطول عمرك. هذا اللي عندي كلام طول. مو محسن. والله ما ادري ايش اقول ايش اخلي. لا تقول شيء داري باللي في خاطر. وانت عارف اللي في الخاطر. سالك بالله ما تقول كلمه. انتهى. عندك عندك البايك. الله يوفقك. امين وياك. ييسر امورك. امين. وقدامك شيء بتسويه. اختصر يا سالم نفتك. بسرعة قدني أبا أروح أبكي لحالي. خلصوا. الله يقول الله يوفقك والخيرة فيما اختارها الله. وأنا عارف عندك شيء كثير. الحمد لله على كل حال. الحمد لله على كل حال. هذه طلع مر السلامة حاصلة في الدنيا. كلنا بنطلع ترى. ما حد بقاعد. الحمد لله الله يستر عليك والله يوفقك وهذه البداية. اللهم آمين. وأنت تستاهل النجومية. تستاهل الطيب. الله يطول عمرك. تستاهل عمرك. الحقيقة إحنا كسبنا رجل وإن شاء الله خسارتنا له ما هي خسارة بالعكس ربح له إنه بيستفيد إن شاء الله تكون انطلاقة له. بإذن الله أنك موفق. أنا أقول يا رابع دقيقة أقول الرزق بيد الله وغيبات هالأيام. طيب طيب. والناس ما تقدر تحلمك وتعطيك سقها على الدنيا وقدام قدام أكبر ما فيها الموت والموت قافي. سلام عسانك أبو. أبو دعناكم الله يا جماعة. الله يحفظكم يستر عليكم. إيه متعب الرقعان يا عيال إيه متعب الرقعان. يا ولد يا متعب متعب. والتجدد والتسلسل والتودد.